اهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد هنتكلم فيه عن طاقه الابراج، وهنتكلم عن رساله يعني من السماء لكل برج من الابراج. هنقول رساله ممكن تكون نصيحه او ممكن تكون تحذير، والرساله دي يعني طاقتها لمده شهر. اوكي، وناذر انت بتسمعها ليها طاقه، ممكن تسمعها كمان شهر يبقى لسه يعني كانها رساله لمده شهر. اول حاجه قولوا لي بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، ولو بتتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك للفيديو، ولو بتتابعوني من بره مصر بليز تعملوا لاف للفيديو. وايه رايكم يا جماعه في ماي ميك اب؟ انا اللي عامله الميك اب ده، كنت في مزايا بقى فقعدت يعني حبيت حب في مزايا. يا جماعه انا اي حد عايز يجيب لي هديه يجيب لي هديه ميك اب او برفيوم. قعدت رشيت برفيومز كتيره قوي قوي على نفسي، فظيعه البرفيومز. جيفانشي يا جماعه اسمها جيفانشي، اللي هتاخديه لونها اسود رهيبه، ممكن تجيبوا لها هديه او تجمعوا من بعض وتبعتوا على الثانك يو بتاع اليوتيوب عشان اجيبها. هي ب 5000 جنيه بس رهيبه، تستاهل كل سنتي فيها. معلش يا جماعه انا اتهبلت. طيب خلونا نتكلم عن طاقه الابراج. هنقول بقى مش هنقول بالترتيب ولا نقول بالترتيب، قولوا تحبوا نقول بالترتيب ولا لا. رساله لكل برج. خلونا نبتدي برج الجوزاء. برج الجوزاء محتاج تبذل مجهود اكتر من كده. برج الجوزاء محتاج ان انت تتعب اكتر علشان تقدر توصل اللي انت عايزه. يعني مفيش حاجه هتجيلك بالسهل، انت ذكي جدا وانت مثابر، ولما بتحط حاجه في دماغك بتعرف توصل لها وبتلقطها وهي طايره. بس يعني الفتره دي you have to do efforts، يعني على قد ما انت يعني ناجح وكل حاجه، بس لو عملت مجهود زياده هتقدر توصل للي انت عايزه. شايفاكوا ممكن تكون بتدور على فرصه عمل، بتدور على حاجه تنقذك من انت ما عندكش ديون، بس انت مش عايش الحياه، انت كريم وبتحب تهادي وبتحب تبسط الناس اللي حواليك، فانت في شويه ازمه كده مضايقاك شويه برج الجوزاء، فاشتغل على ان انت تلاقي مصدر دخل تاني. اتعب شويه وان شاء الله باذن الله ربنا هيرزقك من واسع. هاي فروم باريس، لا نوال من باريس، انتوا لازم تبعتي لي يا نوال يا اما بكرات. اوف يا جماعه في بقى برفيوم اسمه بكرات، ده انا بعشقه. يعني بكرات ده بس هو بقى غالي قوي، بطلت اشتريه. وجيفانشي لانتر دي اللي هو اوف جيفانشي دي بموت فيها، سودا هرشها كل شويه اشمها. انا ما عنديش سودا، انا عندي اللي هي البينك ده. طيب فبرج الجوزاء محتاج تتعب اكتر، محتاج تبذل مجهود اكتر، محتاج ترفرش نفسك اكتر. فبس هناك فرج جميل في الشهر اللي انت فيه ده، وهتسمع اخبار حلوة عن قريب، تسمع فرحة كده، عندك فرحة، حاجة هتفرحك، حاجة هتخليك مبسوط يا برج الجوزاء. بعد كده خلونا نشوف برج اختار برج قول يا برج الجوزاء. فعلا الفتره دي شويه ازمه كده في الفلوس، شويه مخلياك مستاء شويه ولا لا. طيب بعد كده خلونا نختار الجدي. الجدي انت بعدت عن حد بيحبك بجد يا برج الجدي، وبعدت عنه بمزاجك، وبعدت عنه واخترت حاجه جديده، اخترت نفسك، اخترت ان انت تكمل الطريق من غير الشخص ده. يمكن تكون انت مش زعلان، هو اللي زعلان دلوقتي، بس صدقني سوف تندم ندما شديدا يا برج الجد. هتحس ان انت فقدته لما هو يتخطاك، وساعتها هتحاول ترجع له تاني او هتحاول تقرب منه تاني، بس هو هيكون راح منك يا برج الجد. قدامك فرصة، الفرصة دي لمدة 10 ايام ان انت تتحاول تتواصل معه وتعتزله وتبين اهتمامك وتبين حبك وتبين مشاعرك، لان بعد 10 ايام دولت الشخص ده هيجيت اوفر يو، هينساك، وساعتها لو وقفت على شعر راسك مش هتعرف ترجعه يا برج الجد. عندك مشاكل في العيله وعندك مشاكل في الشغل، ويمكن تكون عايش وحيد، صدقني لو خسرت الشخص ده هتحس ان انت وحيد بجد، وهتحس ان انت صعب ان انت ترجعه تاني طول حياتك، وهتفضل تبكي وتقول انا ازاي عملت كده، لان الشخص ده بيحبك حب صادق، بيحبك حب حقيقي، هو مش عايز منك اي حاجه غير ان انت تكون سعيد. وما تخسرش الشخص ده يا برج الجدي، لان انت اللي هتحزن وانت اللي هتتعب. قولوا لي يا برج الجدي هل فعلا اخترت البعد عن شخص انت بتحبه، انت اللي قررت تبعد ولا لا يا برج الجدي؟ طيب يا جماعه الرساله دي طاقه مفتوحه، طاقتها مفتوحه، يعني ونذر انت اتفرجت عليها هتحس بالطاقه دي.
بليز اعملوا لايك للفيديو اللي بتابعوني من جوه مصر، واعملوا لاف للفيديو اللي بتابعوني من بره مصر، وقولوا لي بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، واعملوا شير كتير كتير عشان اي حد انتوا بتحبوه يسمع المسج اللي هي المبعوثات. ندخل على برج الحوت. برج الحوت شايفاك بتسعى، شايفاك بتحاول وبتتعب، على قد سعيك وعلى قد تعبك هتلاقي النتائج اللي انت محتاجها يا برج الحوت. عندك انفراجة حلوة، عندك سعادة فرحة من القلب بعد ما هتسعى في الحاجة اللي انت عايزها. انت يا برج الحوت هارد وركر، بتشتغل من قلبك وبتتعب من قلبك، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل يا برج الحوت. فتفائل تفائل تفائل، فالخير قادم ان شاء الله، وعندك فرحة هتطلع من جوه قلبك، وانجاز هتعمله الناس كلها هتقولك برافو. فدلوقتي انت في فترة التعب، ما تزهقش يا برج الحوت، لان هتحقق حاجة نفسك فيها، وتبقى سعيد او مبسوط قوي، وهتحس ان كل تعبك ده ما راحش على الفاضي. بي هابي يا برج الحوت. طيب ندخل بعد كده على برج الثور. ربما هجرك الاخرون، ربما ابتعد عنك الناس، ربما ممكن يكون حبيبك مش وسابك، بس انت الاقوى، وانت حد حقيقي يا برج الثور. ما تزعلش، ما تزعلش لو حبيبك قرر يبعد عنك، ما تزعلش لو هو مشي، او تزعلش لو هو متجاهلك، بس انا محتاجك تهتم بنفسك اكتر يا برج الثور. يمكن تكون مركز طاقتك اكتر عن الشغل وعن العمل، بس انا محتاجك تهتم بشكلك، تهتم بجسمك، حب نفسك، واعرف قيمة نفسك، وما تزعلش ان انت فقدت الشخص ده، لان هو اللي خسرك مش انت اللي خسرته، رغم حبك ليه. يمكن هو التهى في الحياة، بس هيعرف قيمتك كده كده يا برج الثور، وهيرجع لك ندمان بس بعد فوات الاوان. وهو اللي هيرجع لك ندمان على فكرة، بس بعد كده يبقى انت مش عايزه، لان انت هتبقى طلعت فوق، عندك مشروع جديد، عندك حاجة هتجيب لك فلوس، بس سوف يخذلك بعض الاشخاص، يعني في اشخاص ممكن تخذلك يا برج الثور، فما تزعلش عليهم. They don't deserve you، هم اللي مش ما يستحقوكش، انت تستحق الخير يا برج الثور. شايفاك ممكن تكون تعبان صحيا او تعبان نفسيا، عندك الم، نوع من انواع الالم، ممكن يكون الم نفسي او الم روحي. ما تتألمش يا برج الثور، حتى لو بتشعر بالوحده دلوقتي وكان في لمه كتيره قوي حواليك ومشت، فاعرف ان اللمه دي مش بتاعتك انت، هتقابل الشخص المناسب واللمه المناسبه ليك عما قريب، فلا تتسرع. يا جماعه اعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك، علشان ما عنديش ناس كتير فولو. انا عايزه اقول لكم على حاجه، اشتريت الليب جلوس ده، ايه رايكم فيه، حلو ولا لا؟ از ات جود ولا لا؟ يعني عجبني، جديد كده وعجبني. انا كل ما اشم ريحه البرفيوم بجنن. يا جماعه انا مدمنه برفيومز والله العظيم. عارفين كل واحد عنده ادمان، يعني انا مثلا اختي الوسطانيه كل واحد يقول لي ايه ادمانه في الشراء. مدمنه شنط، يعني عارفين بقى لوي فيتون بقى وجوتشي والحاجات دي، هي مدمنه شنط وتشانيل والحاجات دي، بتحب الشنط او ديور، وتلاقي شنطها غاليه قوي. انا مش مدمنه شنط خالص، انا ممكن تلاقيني شاريه شنطه ب 10 جنيه عادي جدا، بتفرق معايا. انا بقى مدمنه برفيوم، انا كل ما بقى معايا فلوس اروح اشتري برفيوم. انا قلت لكم الضلفه بتاع جوه بتاعت البرفيوم هيجرى لكم حاجه، ثروه. ومدمنه ميك اب، بحب الميك اب قوي، يعني يمكن ما بحطش كتير بس بحب الميك اب يعني. لا واختي مدمنه جزم برضو، انا مش جزم نهائي برضو. انا بحب التوبس، الحاجات اللي فوق يعني، حاجات سيمبل وكلاسيك، كلاسي. طيب تعالوا نقول برج مين تاني. برج الميزان. برج الميزان الفترة الجاية دي هي فترة تحقيق أحلامك. عديت بفترة صعبة، عديت بفترة اتخنقت فيها مع البارتنر بتاعك، بس انت الفترة دي محتاج تهتم بشغلك أكتر، محتاج تعمل حاجة جديدة، محتاج طاقة جديدة يا برج الميزان، محتاج تجديد في شغلك، محتاج بداية جديدة في العمل، اشتغل عليها وهتلاقي نتائج خرافية يا برج الميزان. عندك ناس في عيلتك بيستغلوك،
او بيبقوا عايزين ياخدوا منك حاجه انت مش انت شايف ان هي مش حقهم. بس انا شايفه ان الفتره الجايه برج الميزان عندك انفراجه، عندك نجاح، عندك شهره، اشتغل كويس جدا جدا على الشهر اللي جاي. حط هدفك في دماغك واعمل له اوف اتراكشن، لان طاقتك الروحانيه جباره، عندك طاقه روحانيه غريبه مخيفه، الناس هتخاف منك، اللي هتقوله هيحصل، احلامك هتتحقق، رؤياك هتتشاف. بخاف على نفسك برج الميزان من الحسد، من كتر ما انت الحاجه اللي هتقولها هتحصل، الحاجه اللي بتتمناها وبتخيلها هتحصل بالظبط. انا بنام، انا صاحي الساعه 6 الصبح، 6 ونص الصبح، بس اعمل لنا ميك اب توتوريال. حاضر يا سلام، ده انتوا بتقولي على مونتشوكتشي. You look like doll. انا شكل الدول. اوكي اتس نايس. نيجي قلنا ميزان وقلنا الثور وقلنا الجدي وقلنا الجدي، ومين اول واحد بدانا بيه؟ والحوت قلناه، وقلنا الجوزاء ماشي، وقلنا الميزان، لا الميزان وجوزاء، وقلنا حوت، وقلنا ثور، انا نسيت ميزان وجوزاء وحوت وثور، بس كده صح. طيب فكروا انا قلت ايه وما قلتش ايه، عشان انا يا جماعه مش تعبانه قوي، مش نايمه كويس. تعالوا نقول جدي، قلنا جدي بقى لسه فاضل. طيب برج القوس، برج القوس يعني اصبروا شويه، لو في حاجه في دماغك اصبر لمده شهرين هتحصل لك ان شاء الله وهتتحقق، بس اصبر ما تتسرعش على رزقك، ما تجريش كده بتهور واندفاع، حافظ على هدوءك علشان ما تخسرش. كمان شايفه ان انت ممكن تندم على حاجه عملتها، خلاص ما تندمش، تقبل الحقيقه وتقبل الواقع واشتغل على اللي انت عايزه يحصل. فبرج القوس خسرت حاجه او ندمان على خساره حاجه او ندمان، شايفك كريم، شايفك بتدي الناس هدايا، شايفك سعيد، بس في حاجه ناقصاك، في حاجه ناقصاك عشان تكمل سعادتك. قولوا لي ايه هي الحاجه اللي ناقصاك يا برج القوس عشان تكمل سعادتك. جالك رزق حلو، جالك فلوس حلوه، عندك شهره، عندك انتشار، عندك اسمك هيلمع الفتره القادمه يا برج القوس، وكمان هتعمل حاجه الناس كلها تقولك برافو جود ويل دون، حاجه هتسمع، حاجه بوم كده. الفتره الجايه فتره الشهره، فتره الانتشار، فهرت ما تقفش، لو حققت حاجه ما تزهقش، انت ملول يا برج القوس، لا كمل، قول اوكي يلا ليتس جو، اللي بعدين افضل كمل كده. طيب قوس خلصناه، نيجي على الحمل. الحمل انا عارف ان انتوا تعبانين، عارف ان انت مرهق نفسيا ومرهق جسديا ومرهق روحيا، ولكن الخير قادم، كده كده الخير جاي، بس محتاجك تصبر برضو يا برج الحمل، ما تاخدش قرارات اندفاعية، ما تاخدش قرارات متهورة، خلي بالك على صحتك، خلي بالك على صحتك، خلي بالك على صحة الناس القريبة منك، ابعد عن العصبية والتهور والاندفاع واخذ قرارات مجنونة، لان ممكن تاخد قرار تندم عليه طول حياتك. ليست فترة قوية لأخذ القرارات، مش وقت قرارات خالص. بتدور على الحب الحقيقي، ما تبحثش عنه، يعني طور نفسك واشتغل على طاقتك، والحب الحقيقي هو اللي هيجيلك لحد باب بيتك، لحد عندك. ما تزعلش لو خسرت ناس، ما تزعلش لو بعدت عن ناس، ما تزعلش على الأزمة اللي انت فيها، لأن الأزمة دي هتطلع منها أقوى، هتطلع منها قوي جدا، هتطلع منها اجمد، هتجمد فيها الازمه دي. فتعلم، اتعلم يا برج اتعلم يا برج الحمل من اللي بيحصل، لان السعاده قادمه لا محال، وانت عديت باصعب اللحظات. دايما شخص ما بيعدي بالصعب يجي على السهل يحس ياه انا بلعب، فعندك انتشار، بس محتاج تشتغل برضو
تحتاج تنزل من الايجو بتاعك. في حاجات فرص بتجيلك بس احيانا الايجو بتاعك بيبقى مش شايفها، بس هي فرص حلوه. فبلاش تشغل الايجو قوي الفتره الجايه، بالعكس اسعى واختار حاجه حتى لو مش انت شايفها مش مقامك، بس بعد كده هتتطور فيها، وبعد كده هتكبر فيها، وبعد كده توصل فيها. برج الحمل، برج الاسد، عيون الناس محوطاك في كل حته، بتتغير للاحسن، بتتطور للاحسن. انت الفتره جايه فتره مواصله، واصل، استمر بس يا برج الاسد. الناس بصلك في حياتك، عيون كتير شارده، ممكن حد هيحاول يخطف منك حاجه او يسرق منك حاجه او ياخد منك حاجه مش من حق الشخص التاني. ما تتنزلش عن حقك يا برج الاسد، fight to the end. انت شخص عنيد، شخص محارب، شخص قوي، ما تتنزلش عن حقوقك، واستحمل يا برج الاسد. حتى لو في فتره صعبه او فتره مش سهله، استحمل، ان انت لما تستحمل هتقدر توصل وهتقدر تحقق الحاجه اللي نفسك فيها. احنا عملنا اسد، حمل قوس، عملنا حوت، وعملنا ميزان دلو. يا برج الدلو، برج الدلو، عايز اقول لكم رسالتكم، محتاج تستقر. انت بتبحث عن التوازن والاستقرار، وانت فعلا محتاج التوازن والاستقرار. بطل تصرف فلوس في حاجات ملهاش لازمه، يعني محتاج ان انت تهدى شويه برج الدلو، محتاج ان انت تعرف تلتزم بالرولز شويه، محتاج ان انت تشتغل على نفسك، محتاج ان انت يعني بطل تاخد كل حاجة بدماغك انت، جرب تستخدم دماغ الاخرين. محتاج تبذل مجهود اكتر، او ان انت تبحث عن فرصة عمل جديدة، او تبحث عن عمل جديد. ومحتاج ان انت تكون اكثر اهتماما بمشاعر الاخرين. للأسف ممكن تكون الفترة اللي فاتت انت جرحت ناس كثيرة قوي، او وجعت ناس كثيرة قوي. فانت لازم تشتغل على مشاعر الناس اللي قدامك، مش بس مشاعرك. عندك ناس كثيره قوي حاطه عيونها عليك، في اضواء وانوار كثيره قوي عليك، عشان هم عايزين يعرفوا عنك حاجات كثيره قوي. هتبقى وانتد شويه برج الدلو، وهيبقى ناس كثيره قوي عايزه تقرب منك وعايزه تتعرف عليك. يقول بي سوبر اتراكتيف يا برج الدلو، فاشتغل على طاقتك دي. طيب نيجي بعد كده على برج العذراء. حبيبي يا برج العذراء، برج العذراء الفترة الجاية دي فترة تقدم، فترة وعي، فترة تطور، فترة صحوة، فترة تركيز. ركز على الحاجة اللي انت عايز توصل لها، ركز على امنياتك، ركز على اهدافك، ما تركزش على الطريق الصعب اللي هيوصلك ليها ازاي، لان انت كده كده ان شاء الله باذن الله وحده ولا شريك له هتوصل يا برج العذراء. بس خليك عارف انت عايز ايه، خليك مركز. هيجيلك حاجات كتيرة قوي تشتتك وتخرجك بره الطريق بتاعك، حاجات كتيره قوي تبقى مش مستحملها. بالصبر وبالمثابره وبالتعب وبالاجتهاد هتوصل لاحلامك وامنياتك يا برج العذراء. اجتهد، اتعب، don't be shy، ما تتكسفش. العمل عباده، حتى ما تخرجش مع اصحابك واقعد اشتغل، اقعد في البيت اشتغل، اقعد في البيت ابذل مجهود لحد ما توصل لامنياتك يا برج العذراء. انت تستحق النجاح، لان انت شخص مثابر، ما بيسكتش، ما بيهملش، مبيقاسش. اخر برج هو برج العقرب. يمكن الفترة الجاية دي فترة شغل، فترة تعب، هتتعب شوية، تتعب، هتجهد، هحس انت مش قادر، بس خليك قوي يا برج العقرب. دي الفترة اللي هتقدر تخرجك من مكانة لمكانة افضل بكتير قوي. فاجتهد، do your best، حتى لو انت مجهد وتعبان ومش قادر، برضو do your best لحد ما تقدر توصل يا برج العقرب. بس الفترة دي you're not in the best mood، ممكن تكون تعبان روحيا، تعبان جسديا، تعبان نفسيا، تعبان موديا. بس انا كده قلت رسالة من السماء لكل برج من الابراج. الرسالة دي حطها حلقة في ودنك، لان ليها معنى. الرسالة دي ليها معنى، ليها معنى، ليها معنى. بس الابراج اللي عايزة تخلي بالها على صحتها، برج السرطان، ما قلناش السرطان، برج السرطان انت محتاج تحوش فلوس يا برج السرطان. يعني الفتره الجايه دي ممكن تكون محتاج فلوس كتيره، ف حاول تدور على فرصه جديده، فرصه مال جديده، حاول تساعد اهلك، حاول تبذل مجهود كتير يا برج السرطان، لان عندك فرصه حلوه ما
بس هي مستخبيه، فخليك مركز، خليك صاحي للفرص دي، ودور على مصدر رزق جديد او مصدر رزق اضافي هيدخل لك العديد والعديد من المال. في مصدر رزق اضافي انت مش عامل حسابه في حياتك، اول ما هتحصل عليه حياتك هتتغير، حياتك هتختلف تماما. يا برج السرطان بتحن للماضي، عندك حنين للماضي، تفكير للماضي، بس انا شايفه it's not time for the past, it's time for the present. فكر في الفرص الحاليه، ما تبصش للماضي تاني، اتحرر من الالم واتحرر من الماضي يا برج السرطان. بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو او لاف للفيديو، وقولوا لي بتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه. لو بتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك، لو بتابعوني من بره مصر بليز تعملوا لاف للفيديو، واعملوا شير كتير كتير، كل واحد يقول لي اي اكتر طاقه مسيطره عليه دلوقتي. انا اكتر طاقه مسيطره عليا ان انا ورايا حاجات كتير قوي عايزه انجزها، ورايا حاجات كتير قوي في حياتي عايزه اخلصها، عايزه انجزها وانها. شكرا، باي، مع السلامه. وانا ليه قفلت البتاع ده كده؟